مناسب مكان هالخطأ إلى محمد الدعية يخلصها بصعوبة إلى الشلهوب. التمريرة الأولى عرضية أمام مرمى الهلال وتغطية سريعة من الدفاع الهلالي. كرة مرة أخرى تعود يابانية كوبوياما. كوبوياما مع الدوخي يحاول يعدي كوبوياما ومحمد محمد الدعية إلى اليسار لنقطة الجزاء. طبعا اللاعب يتميز بالطول اللاعب الأوكراني وبالتالي قد يستطيع الاستفادة من طوله. هذه كرة أمامية كورية ومحاولة محمد الدعية أيضا بتوقيت سليم ومطمئن. وهذه مثالية الجمهور السعودي تلعب كرة داخل منطقة الجزاء بالراس وتلعب. يا سلام يا محمد الدعية تذكرنا بأخوك عبد الله الدعية اللي كان متألق في 84 في سنغافورة عندما حصل على أحسن حارس في تلك البطولة. شوفوا الكرة دي ما هي سهلة أبدا لولا المتابعة لولا على 23 ميدالية ذهبية 17 فضية 19 برونزية بمجموع 59 ميدالية. والكرة الأمامية تتهيأ للمنتخب المغربي بمواجهة المرمى. روح كبيرة عبد الرحيم. مشكلة عبد الرحيم هو قائد المنتخب المغربي الذي جاء في المجموعة الرابعة. والكرة الأمامية تتهيأ داخل منطقة الجزاء. خطيرة هذه اللعبة. لعبة هي الأصعب ولعبة هي الأقوى ولعبة هي الأصعب بالتأكيد. جديدة جاءت قوية ومتقنة تماما من لطفي عادل في مواجهة المرمى. الدعيع بخبرة السنين الطويلة خلص. لا زالت مستمرة متبادلة على حدود منطقة الجزاء. خطيرة هذه اللعبة والتسديدة قوية. بجوار مرة أخرى الخطورة تعود ومرة أخرى المنتخب المغربي ويحاول كثيرا في ألعاب ثنائية بينية متبادلة. الدعيع يتألق والدعيع ينجح. ما يمكن أبدا الجماهير هي الوفية. كرة خطيرة ولكن أيضا خبرة محمد الدعيع ملعوبة إلى خارج الملعب رمية التماس خارج الملعب. يعني مطلوب استثمار الارتباك اللي الآن في المنتخب الإيراني. ملعوبة سريعة لمين؟ إلى مهرداد محمد الدعية. يا سلام يا أبو حميد. حلوة يا أبو الدعية. صرف كرالس كرة حيوي بوري كرة شيطو عزيز سائر بيالي تزمو شيطو لس فرصة لصالح المنتخب الروماني وتسديدة يتابعها محمد. يا عيني عليك باردة يستاهل من يصفق له. برافو رائعة جدا ما شاء الله تبارك الله. لازم يقول هالواحد الحقيقة حلو يا ولد يا دعية. شوف هذه جابها ما شاء الله. ولكن هو كرة خطرة اللاعب. يا سلام عموما فرصة أهلاوية وفرصة للأهلي. برافو. الوكي 的確な 判断 で تيم を 再三 ピンチ から 救いました. مررها جميلة لندومار. فرصة لليامي وفرصة هدف التحية. حلاوة اللعبة حلوة هجمة اتحادية ولكن أحلى ما تشوف مرة أخرى. الكرة الحديثة كما أسلفت قبل بداية المباراة طبعا ناحية حسين هادي وسيفو في يد محمد الدعية يلعبها بالراس. شوف الإعادة ما شاء الله تبارك الرحمة. للمنتخب الياباني إلى ميورا اللي بتسجل في اليمين وفي اليسار. ميورا عرضية ل راموس بيصلحها برا وفيها في المرمى. برافو يا محمد. برافو لا يمكن تصد الا بتوفيق من الله ثم بمتابعه ذكيه جدا من محمد داعي. شوف محمد كوره ما استنت على طول وبايد واحده ما شاء الله محمد الدعيع 100 كره. هذه حايره ويخلصها دفاع فريق الهلالي والدعيع طالع وشوف احد محضن عليه والدعيع بحاول يخلصها وهذه ما فيش احد حاول يخلصها. عطف جو عطف جو. يا لطيف
شلون راعد هذه؟ شوف 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 كرة ملعوبة على طول إلى أدريان سركسيان. دون شك مع الدقيقة رقم 20 ينتظرون هدف تقليص الفارق. كل ما تقدم الوقت الأمور أصعب. الدعيع يا 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 يا. اخطبوط اخطبوط صعبة صعبة. الدعيع يعيد الأيام زي طبعا أيام زمان، يعيد شريط الذكريات، يتذكر أيام 94 لما واجه المنتخب السعودي منتخب بلجيكا. يومها قال مدرب المنتخب البلجيكي: واجهت حارس مرمى، واجهت حارس مرمى أكثر من أكون واجهت منتخب. ينتصر من أمام النجران وبعدها صالح راس الحمى. لحظة 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 يا الله، الدعيع مثير، عميد لاعبين العالم محمد الدعيع. Continuing to revel in this World Cup as Belgium look for this equalising goal, and it's plucked out of the air by the flying Adea. And he makes this look a bit more spectacular than it probably was. I think it actually came off Zeba Marwi. Graceful, isn't he? ممكن يكون خطأ ذلك، لكن شوف هذا الكرة محمد الدعيع، يا سلام على شوف أحمد. المأمول من جانب لاعبين لاعبي المنتخب السعودي أن يتمكنوا من استغلال الفرص، هذا تأكيد. العميد هي طبعا معادلة صعبة، وكرة في القائم الثاني. يا سلام وتصدر والجول. يا لا 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 لا، يلعب بالأعصاب والاحتراق. ما هذا ما هذا يا محمد يا دعيع؟ لا 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 لا، هذا حارس غير عادي، هذا حارس كرة يد، هذا حارس كرة قدم. على مرتين، على ثلاثة، على أربعة، الدعيع بطل الأبطال، عميد اللاعبين، حبيب الملايين، يعلق يؤشر على قيمته. لا لا لا، شباب على الدوام، هو الفنان محمد الدعيع. هنيئا للكرة العربية، هنيئا لكل سعودي، لكل عربي في هذا الهرم الأسطوري، في هذا الحارس العملاق. هذه حيصدر فيها قرار، قرار الله. يا له من عملاق، يا له من دعيع، يا له من حارس، يا له من حارس، يا له من حارس. أكاد أجزم أن أفضل وأروع وأعظم حراس المرمى لا يستطيعون أن يصطادوا كرة كرة مثل هذه. روعة يا دعيع. ربهم لا نودعهم، لأننا في الحقيقة لا نفارقهم أبدا. الوداع للغرباء وليس للأحبة. عرضية لا، الروبن فان بيرسي. لا لا لا، هذا صار اعتزال الدعيع. اسمح لي يا أصر، ويتلقى التحية الكبيرة، وهذه آخر اللقطات. تصدى للكل. الله على الدعيع، الله على ردات الفعل، ما شاء الله. ما زالت الرشاقة، ما زالت هذه اللحظات. اللاعب اللي حقق من الإنجازات ما لا يعد.